لكل فعل ليه رد فعل، واحنا من برنامجنا هنكون رد فعل لكل مواطن. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رد فعل. حلقه النهارده مهمه جدا عن الام العظام والعمود الفقري، وهيكون ضيفنا فيها دكتور احمد محمود سعد. اهلا بك يا دكتور، اخصائي جراحه العمود الفقري وجراحه الملاعب وجراحه الاطفال. اهلا بحضرتك يا دكتور. حلقه النهارده عايزين نوضح فيها، يعني نلم بيها بجميع مشاكل العظام، ونبدا مع حضرتك باهم سؤال في الحلقه، وهو امتى الجا لطبيب العظام، او ايه الالام اللي احس بيها اول حاجه ابدا بيها اروح بيها للدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين على شاشه الصحه والجمال، وشكرا على الاستضافه الجميله دي. سؤال مهم طبعا. الطبيعي بتاعي كبني ادم ان انا بقوم من النوم بدون الم. المفروض ان انا لما ابدا اصحى من النوم احس بالم، سواء كان شد عضلي، سواء كان التهاب، سواء كان بقى وجع، مش عارف اتالف في السرير، بقوم جسمي مكسر، بقوم جسمي تعبان، بقوم جسمي همدان، لازم الجا للطبيب. لان في الحاله دي في حاجة مش مظبوطة اتعملت. طيب الجسم بيتكون من ايه؟ بيتكون اول حاجة من العظام الاساسية اللي احنا بنتحرك بيها، ودوت الهيكل العظمي، بيكسوه العضلات، والعضلات دي مرتبطة بالعظام بمنشأ ونهاية. لكل عضلة بداية ونهاية. العضلة دي بتمسك المفاصل مع بعضها، وبتحرك العضلات، وبتحرك العضلات دي بتحرك الجسم في الاتجاهات اللي ربنا خلقها ليه. طبعا لكل مفصل ربنا خلقه حدود للحركة. هذه الحدود الحركية لو احنا تعديناها بيحصل حاجة اسمها الألم. فرقم واحد، لازم وانا بتحرك او وانا بعمل شغلي ما تعداش هذه الحدود. زي ايه؟ زي لعيبة الكورة مثلا اللي بيجري، لما بيجي يجري ويلعب لو تعدى حدود التمرين اللي هو متعود عليه وبذل مجهود اعلى من الطاقة، بيبدأ يحس بالألم، وكمان بيحصل له سترين أو سبرين اللي هو مزق في العضلات أو تهتك في الأوتار، ودوت حاجة بتؤدي إلى الألم. طيب الطبيعي بتاعي إن أنا لما بشتغل يومي العادي بروح مرتاح، مجرد إني بنام وبصحى الألم راح، الإجهاد راح. لما يستمر الألم ده يوم واثنين وثلاثة بقوم مش مرتاح، يبقى أنا محتاج أروح للطبيب. تمام. طب امتى يعني لما بنروح للدكتور، ايه الاسباب اللي هي اول حاجه بنلجأ ليها او بنشخصها في الام الظهر؟ يعني اول طبيعي ان احنا اول ما بنرتاح وبننام اول حاجه بنحس بيها الم شديد في الظهر. تمام. الاول الظهر بيتكون من ايه؟ بيتكون من فقرات، هي الفقرات من اول الفقرات العنقيه، ثم الظهريه، ثم القطنيه، ثم العجزيه، وبعدين العصعصيه دي اللي هي اللي احنا بنقعد عليها. هي. الالم بنقسمه حسب العيان جاي فين، هل بيشتكي من رقبته، هل بيشتكي من منطقة الصدر، هل بيشتكي من المنطقة القطنية، ولا من العصعصية والحوض. ده أول حاجة العيان بيجي يشتكي منها، المنطقة دي بتوجعني. طيب الحاجة التانية، هل هو ألم عضلي فقط، ولا ألم عظمي، ولا ألم عضلي وعظمي وعصبي، اللي هو أشهر حاجة اللي هي عرق النسا اللي الناس بتتكلم عنه. دي حاجة شهيرة جدا، يعني في أسئلة كتير حوالين موضوع عرق النسا ده. تمام. احنا انا كطبيب ببدا افرق بين الم العظم بس، والم الغضروف، والم العضلات، والم العصب. من الهيستوري او التاريخ المرضي للعيان، احنا عندنا في العظم المشكله ان الناس فاكره انه الاشعه او المجرد اني قلت للدكتور انا تعبان هيعرف المشكله. في الحقيقه اول حاجه بناخدها من العيان هو التاريخ المرضي بتاعه، يعني الالم ده بقاله قد ايه. ده سؤال لازم يجاوب عليه العيان، بقاله قد ايه، بيروح ويجي ولا لا، هل بيزيد، هل ثابت؟ طب هو جه من يوم ما جه لحد النهارده ما اتغيرش؟ طب بيجي بالليل اكتر ولا الصبح؟ كل دي اسئله لازم المريض يجاوبني عليها. عشان احنا دايما بتقابلنا مشكله انه بلاقي العيان بيبعت لي مثلا اشعه، دكتور ايه رايك في الاشعه دي؟ احنا تخطينا خطوتين مهمين في التشخيص، رقم واحد التاريخ المرضي، رقم اتنين الفحص، ثم الاشعه. عشان كده لما حد بيجي يبعت لي اشعه بقول له طب اديني، انت عملت اشعه بالنيابه عن ايه بالظبط، اديني هنت ايه اللي حصل. يعني انت لما الدكتور طلب منك الاشعه دي اكيد هو خد منك تاريخ مرضي وبعدين فحصك وبعدين طلب اشعه. ده حتى الترتيب اللي احنا بناخده من العيان العادي اللي احنا ماشيين عليه. بالظبط. فالعيانين للاسف بيبعتوا لنا الصوره بتاعه الاشعه ويقول لي دي فيها ايه. لا، انت ابعت لي الاول التاريخ،
قول لي الالم ده بقاله قد ايه، من امتى، شكل الالم، هل هو في النص بالظبط يبقى ده قد تكون احتمال العظم او الغضروف، لا على جانبي العمود الفقري يبقى ده الم عضلي، لا ده في العضله ومسمع في رجلي او مسمع في ايدي لو احنا بنتكلم على العنقيه. أيوة. يبقى ديت حاجه مست العصب. تمام. احنا في ترتيب، في ترتيب لل... طب ايه هي الالام الشائعه او اهمها اللي بتسبب الام الظهر؟ ايه الاسباب اللي تؤدي للالم؟ ايوه. رقم واحد، حركه على غير المعتاد بكل الحركة. صورها بقى، سواء كانت الحركه دي زياده في العدد او الكميه، زي مثلا في ناس ربنا يديهم الصحه بيشيل 50 و100 كيلو وهو مش حاسس بالم، بس بيشتغل عدد ساعات 8 ساعات، لو خلاهم 12 ساعه يحس بالم. في لا، في ناس تانية زي الستات، ستات البيوت مثلا، هي بتروح تتسوق مره، بتروح تعمل مشوار مره، فبتيجي على نفسها فيه، لكن في الطبيعي بتاعنا مفيش الم. يبقى اول حاجه تعديت حدي في الشغل، كل بني ادم له طاقه. أيوة. وعلى حسب الاعمال، في ناس بنسميهم ذوي الايدي الناعمه، الناس اللي ما بتشيلش، الناس اللي ما بتشتغلش بالايد، اللي هم المكاتب، المحاسبين، اللي قاعدين اكتر على المكتب، هم دول اكتر عرضه ممكن لالام الظهر. لو قاعد غلط مثلا؟ لو قاعد غلط، لو قاعد غلط لازم نبقى قاعدين قاعده مريحه، ده رقم واحد. رقم اتنين، دايما ظهرنا مش متني لقدام. دايما بنلاقي الناس في المكاتب، وخصوصا الناس اللي شغاله في البنوك او الناس اللي شغاله في المحاسبين، دايما بالزبط. موطيين وبيكتب. موطي وبيكتب، لا. أيوة. انا دايما ابقى قاعد مفرود. انا قاعد مفرود كده، مش هعرف اكتب. ظهري مفرود، ايديا يا دوبك راسيه على المكتب، اعمل اللي انا عايزه، اشتغل على الكمبيوتر، اكتب، استخدم الفاره، ايا كان اللي انا هعمله، لكن ما بقاش موطي. ودي برضو قاعده بيقعدها كتير من الناس النهارده على الموبايل، دايما قاعد عامل كده، موطي رقبته، فدايما الالم بتيجي في الرقبه اكتر. بالظبط، فدايما بيحس بالم في الرقبه. معظم الجيل الصغير من اللي هو 16 ولحد 20 أيه. 25 سنه يجي يشتكي من رقبته، دكتور دايما رقبتي بتوجعني. طب اخبار الموبايل، اخبار القعده على السرير، دايما الناس بتقعد على السرير قعده خاطئه. أيه. تقول لك انا قاعد بقرا كتاب او بتصفح حاجه وقاعد راكن بظهري على السرير، بقوم ظهري بيوجعني. ما هو احنا ربنا ما خلقش ظهرنا مقوس. أيه. خلقه مستقيم، في قوس بسيط طبعا، ده خلقه ربنا. ممكن بس ممكن يا دكتور يكون من اسباب الام الظهر برضو السمنه المفرطه، يعني بيكون ده سبب من اكيد أسباب السمنه المفرطه هي سبب من الام الظهر، لكن في ناس تخينه وما يعني عندهاش الم، ما عندهاش الم لانه ما بيرهقش ظهره، هو يعني محترم وزنه، ما بيعملش حاجه بتوجع ظهره، لكن في الطبيعي السمنه سبب، وسبب مهم بيخلي الم ظهر قد يكون الم رهيب. ودايما لما بيجي لنا عيان تخين بنقول له خس. تمام. دايما. طب ممكن برضو يا دكتور يكون سبب من اسباب مرض الام الظهر ان الحقنه اللي هي حقنه الولاده بتاعت ايوان بتاعت احنا بس ده عايزين نعدل الصوره. حقنه البنج النصفي هي برفع 2 مللي، يعني حاجه رفيعه جدا جدا جدا، كان في حد شاكك بدبوس وطلع. نادرا، يمكن واحد على مليون لما بيحصل منها مشكله. بس دايما حتى يعني ايه الناس العاديين يقول ده في كل سنه في نفس الميعاد ظهري بيوجعني علشان انا واخد حقنه او عامل عمليه مره او اتنين او خدت الحقنه مره او اتنين. ده بيكون هو في الحقيقه ده مش كل سنه بيجي لي الالم، هو مع كل مجهود، وخصوصا الناس البسطاء اخواتنا الفلاحين والناس الفواعليه اللي بيشتغلوا مواسم. أيوة. دايما يقول لك من السنه للسنه. لا حبيبي، هو من الموسم للموسم، انت عشان اشتغلت كتير قوي في الموسم ده، في الوقت ده بالظبط. هو ايه اللي حصل؟ المفروض ان احنا عندنا الكتله العضليه لما بتتمزق بيحصل لها حاجه من اتنين، يا اما تلحم بكتله عضليه تاني. طب لو ده ما حصلش والعيان ما ادهاش الفرصه، بتلحم بكتله فايبرس اللي هو نسيج ضام، نسيج غير عضلي، فما بيديش القوه زي النسيج العضلي الحقيقي. أيوة. فلما يجي العيان كل سنة أو كل موسم أو كل زرعة أو كل حصاد يعمل المجهود الشديد يحس بالألم. هو في الحقيقة العضلة اللي حضرتك ما ريحتهاش من أول مزقة هي اللي بتوجعك تاني. أيوة. فإحنا دايما بنقول كده العيان، العيان اللي بيبقى مكسور أنا بقول له ما تخافش هتلحم، لكن العيان اللي ممزوق خلي بالك لو المزقة ما لمتش بنسيج عضلي هتفضل وتتحول لنسيج ضام.
ساعتها مع اي مجهود ومع اي حركه يرجع الالم، اللي هو بقى من السنه للسنه، من الموسم للموسم، من السوق للسوق، من الشغله للشغله، من العيد للعيد في الستات اللي بتنظف البيوت بيجي لهم الالم. طب بمناسبه الكسر والام المفاصل، امتى اقدر احدد ان انا المفصل ده حصل فيه حركه غلط او وجعني الجا فيها للدكتور؟ الطبيعي اني بحرك ايدي في كل الاتجاهات، او بحرك المفصل عشان بس في كل الاتجاهات المسموحه لي، لان احنا عندنا مفاصل متعدده، مفاصل ذات حركه واحده، مفاصل ذات حركتين، مفاصل زي الكتف بيلف 360 درجه. لو انا بحرك المفصل في الحركه الطبيعيه وبحس بالم الجا للطبيب فورا، ما استناش. ايوه، وخصوصا الام الكتف والام المفاصل بتاعه الناس اللي عندها سكر، خصوصا الكتف، لان بيحصل لهم حاجه اسمها تيبس الكتف، وخصوصا ان مريض السكر عنده حاجه اسمها هايبوسيزيا او نقص الاحساس، ونقص الاحساس دوت ما بيحسسهمش بالالم زينا. ايوه، فمجرد انها بدات تحس بالم لازم تلجا للطبيب فورا. طب بمناسبه الم ومرضى الضغط والسكر، في ناس مرضى ضغط وسكر عندهم عرق النساء، فده العلاج بتاعه بيأثر على علاج الضغط والسكر اللي هم بياخدوه؟ احنا بنعمل حسابنا في ده واحنا بندي العلاج. يعني هو بياخد علاج؟ لازم اعمل حسابي. يعني عامة المريض ما بيجي لحضرتك العيادة علشان يتعالج من أي آلام في العظام وعنده ضغط أو سكر، باخدهم في عين الاعتبار وأنا بكتب الدواء. أن هو ده ما يأثرش على ده؟ طبعًا لازم باخد في عين الاعتبار أنا بكتب له الدواء، ومريض السكر بزود له حاجة للأعصاب الطرفية، لانه دايما بيبقى عنده حاجه اسمها التهاب طرفي حاد، دايما تنميل، دايما خدل، دايما حاسس ان صوابعه مش حاسس بيها، دايما كل الستات الكبار اللي عندهم سكر يقول لك دكتور ايديا ورجليا دايما سقعانين ودايما منملين. هو في الحقيقه ده التهاب بسبب عدم انتظام السكر. لما نيجي نعمل لهم سكر تراكمي في 70 80% من الحالات دي بتكون السكر التراكمي بتاعهم عالي، اعلى من 6.5 غالي. انا جربت الموضوع ده. اعلى من 6.5 غالي. انا جربت الموضوع ده. طب العمليات اللي هي عمليات الظهر اللي هي العمود الفقري بانواعها بقى، سواء ايه يعني، ننصح الناس اللي هي بتعمل العمليات دي الحركه بتاعتهم تكون ازاي؟ او خلينا نريفريز الاول او نعيد صياغه السؤال. امتى هعمل عمليه؟ وامتى ما اعملش؟ امتى هعمل عمليه؟ يعني اول حاجه لما يبقى في علاج، انا باخد علاج بقالي 3 اسابيع لشهر مع الالتزام بالتعليمات الطبيب اللي هي الراحه. يعني ما بقاش باخد دواء من هنا وبنزل اشتغل، ما بقاش باخد الدواء ورحت نظفت البيت، ما بقاش باخد الدواء ورحت السوق، ما بقاش باخد الدواء وارجع للدكتور اقول له اصل انا ما ارتحتش. طيب ما هو انا لازم رقم واحد اخد دواء واريح العضله المجهده، لان هي اصلا عضله اجهدت، لاني بعد 3 اسابيع لشهر من العلاج بدون نتيجة هضطر اطلب من عيان رنين. في ناس بنطلب له رنين من اول يوم، دي حالات خاصة، لكن في الطبيعي الالم العادي واحد جاي لي بألم ظهره، يعني في الطبيعي ما بطلبش اشعة رنين للمريض غير في ظروف معينة. في ظروف معينة بالظبط. اول خطوة منها ان انا اديت له 3 اسابيع علاج والعيان بيجي لي بنفس الشكوى، بنفس الالم، بنفس التنميل، بنفس الخدل، الدكتور مش مرتاح. اذا في حاجة جوه، سواء كان غضروف انزلق منه، او حصل انزلاق عظمي على بعضه، او ان في مشكله جوه بقى، سواء كان هو اجهد نفسه قوي فحصل كسر مثلا بسيط وانا مش شايفه، في اجزاء كده صغيره في العظمه ممكن تتكسر وانا ما اعرفهاش، والعيان قدامي سليم وبيتحرك، لازم ساعتها نلجا لاشعه الرنين، هي اللي هتبين ايه المشكله. بالظبط بالظبط بالظبط، ساعتها بلجا للرنين. ده اول حاله بلجا فيها للرنين. تاني حالة لما بيجي العيان من أول مرة يقول لي يا دكتور في جزء أنا مش حاسس بيه، أو بيجي يقول لي والله يا دكتور لما باجي أحط المية على جسمي في جزء أنا حاسه كويس وجزء لو اتلسع واتشوى مني أنا مش حاسه، ده فقد إحساس. يبقى فقد الإحساس بيتطلب إن أعمل رنين مباشرة، والعيان ده غالبا هيعمل عملية. رقم 3 هو فقد التحكم في البول والبراز. دكتور ما بلحقش نفسي، ما بقدرش اتحكم، دي علامات بسميها الريد فلاج او الـ 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 الخط الاحمر اللي لازم اتصرف، لان بعد كده هيحصل مصيبه اكبر. ايوه تمام. فدول في الحالات دي اول ما بشوف العيان بطلب منه رنين مغناطيسي وبقول له غالبا ليك عمليه، على حسب بقى ايه اللي طلع، هل في انزلاق غضروفي ولا لا، هل في غضروف او اكتر،
بعد كده بنحدد هنثبت ولا مش هنثبت، هنعمل ايه ونسوي ايه، كل ده بعد الرنين. طب بمناسبه العمليه، هل اللي بيحدد العمليه يعني في ناس تقول انا هعمل عمليه في ظهري، لا هروح لدكتور مخ واعصاب ولا اروح لدكتور عظام، مين اللي بيحدد؟ الاثنين زي بعض، الاثنين اشطر من بعض، واحنا الاثنين زي بعض بالظبط، هم ليهم حالاتهم، هو نفس التخصص بنفس العمليه بنفس كل حاجه، بس هم ليهم حالاتهم الخاصه بيهم، اللي هو النيورولوجي اللي هو الشلل بقى الاجزاء اللي بيبقى عندهم مثلا ضغط على الكودا اكوينا او اللي بيسميها ديل الحصان، ليهم حالاتهم الخاصه بيهم احنا ما بنقربش منها. لكن عمليه الظهر احنا بنعملها وهم بيعملوها، هم شطار واحنا شطار واحنا شطار زيهم. تمام، عشان بس نبقى متصفين يعني. طيب ايه الفرق بين الم الظهر والم العمود الفقري؟ يعني إيه الفرق؟ امتى احدد الاثنين؟ اول حاجه زي ما قلنا تاني، العمود الفقري هو العظم والبارا فيرتبرال ماسلز او العضلات اللي حواليه. في حاجات تانية في الظهر موجوده ممكن تشتبه عليا واحيانا بتغشني، زي مثلا الام الكلى. العيان بتاع مريض الحصوه او مريض الكلى بيجيني الاول وابدا اعالجه، وبعدين بالصدفه ممكن اساله والله انت عندك حصوات؟ يقول لي اه ده انا عندي حصوات، لان للاسف الالم ده مشتبه ومعظم الناس بتروح لدكتور المسالك ودكتور المسالك يحوله لي، فهو أيوة. الم مختلط بيننا وبينهم، في الاول بيبقى فيج يعني شائع في الجسم كله، شائع كده مش عارف يحدد فين هو ظهري بيوجعني. بعد فتره من العلاج بيبدا بقى العين، يعني في ناس كتير جدا من بتروح للمسالك الاول لانه هو عنده اصلا تاريخ مرضي للحصوات، وبعد كده الدكتور يبعته لي لا ده غضروف، والعكس بالعكس. فدي من ضمن الحاجات اللي بتيجي. في حاجات مثلا التهاب لوح الكتف، لوح الكتف ده ماسك فيه عضلات اللي بتحرك الكتف، احيانا بيحصل في حاجه اسمها التهاب في عضلات الكتف، العضلات ديت بتتلبس على المريض ويقول لك ظهري بيوجعني، في الحقيقه لا، ده انت عندك حاجه اسمها رومبويدوزز او التهاب في عضله اسمها الرومبويد، او عندك التهاب في العضلات الدوار، او عندك التهاب في حاجات تانية. فمش كل ألم ظهر هو ألم غضروف، له أسباب كتير. له أسباب كتير جدا، عشان يبقى في الناس بس الصورة واضحة للمشاهدين إن هي مش كل ألم وجعني ظهري يبقى أنا عندي غضروف وأنا محتاج عملية. في ناس بقى لها سنين بتشتكي من ظهرها وعندها غضروف صغير وعايشة بيه ما ماتتش، بس ما عندهمش واحد من العلامات الحمراء اللي احنا بعدها لازم نعمل عملية. تمام. وده انا باخد القرار ساعتها، انت لازم تعمل عمليه والا هيحصل لك 1 2 3. طب لو في مريض رفض ان هو يعمل عمليه، لان في ناس كتير بتتخوف شويه من موضوع العمليه ده، لو في مريض مثلا حالته تسمح ان هي لازم ليها عمليه بس خايف يعملها ورفض، قرار المريض وليس قرار الطبيب نهائيا. احنا من موقعنا خلف المكتب انا النصيحه فقط، انا ما اقدرش اخد قرار نيابه عن العيان. انت حالتك بتستدعي ان انت لازم عمليه بالظبط، انت انا ما اقدرش اجبر عيان، انا مش هاخد عيان احطه على ترابيزه العمليات واعمل له عمليه. طب لو حضرتك شايف ان الحاله تسمح ان هي لازم ليها عمليه والمريض رفض، مره واثنين وثلاثه، طب المريض رفض رفض تام اهو، بيتطور الحاله بقى ان هو بعد كده ممكن يعجز ان هو يتحرك خالص؟ قد يحدث شلل. هو ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا خالق العصب بطريقه، اولا العصب عباره عن دايره، لو الدايره دي قسمناها نصين هنلاقي ان الاحساس في الخارج والحركه في الداخل، دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى خالقها عشان احس بالالم، ودوت علامه يعني لو انا ما احترمتش هذه العلامه هيفضل الضغط يزيد لحد ما يقطع لي الحركه. تمام. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خالق الاحساس ثم الحركه. عذرا. اتفضل. الاحساس ثم الحركة. فالإحساس هو عرق النسا، الألم، الوجع، الشد اللي بيجيلي في رجلي ويوقفني، دي علامة. طب أنا ما احترمتش العلامة دي ومش مصدق الدكاترة، بعد فترة بيحصل إيه؟ الحركة نفسها بتقل، حتى العيان يجي يقول لك بعدها دكتور أنا باجي أمشي، كنت بمشي الأول ساعة دلوقتي 5 دقايق وأقف، وبعدين دقيقتين، دكتور ما بعرفش أمشي 50 متر. اسمها بالانجليزي انترميتنت كولوكيشن، بالعربي اسم اوقع شويه اسمه الشلل المؤقت. يعني ايه شلل؟ العيان بيقف غصب عنه، دكتور مش قادر احط رجلي خطوه كمان، طب انت مستني ايه تاني علامات عشان تعمل عمليه؟ ايوه مستني ما تعرفش تاخد خطوه واحده؟ فدي من العلامات اللي لازم العيان يعمل فيها عمليه. تمام، ناخد مداخله وبعدين نكمل كلامنا مع حضرتك. الو
السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل حضرتك الدكتور معايا. عندي الام شديد قوي يا دكتور في رقبتي وعامله لي صداع شديد قوي. تمام. بقالها قد ايه؟ بقالها حوالي وكان ظهر تعبني من تحت الاول في فقرات القطنيه وبعد كده كان الدكتور قال لي الفقره رقم 5 وبعد كده الوجع زاد وصل لحد رقبتي دلوقتي حاليا. تمام. ايه علاقه الرقبه بقى بالصداع؟ الصداع ده بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي مثلا 4 أشهر كده وخمسه. أربعة أما ظهري كان تعبت من حوالي 6 سنين. تعبت من قد ايه؟ عفوا؟ من حوالي 6 سنين. 6 سنين؟ تعبت من مرة تكسر يعني ومرة ضغط المسكنات، المسكنات تريدني يعني. تمام. فأنا عايز أعرف ألف عدة ده مثلا ممكن يكون غضروف مثلا ولا؟ تمام. حضرتك كام سنة؟ 32. شغال ايه؟ شغال بس شغل تاني يعني شويه شاي وكده. تمام شاي. ربنا يعينك خليك يا دكتور. شكرا. ربنا يعين حضرتك. شكرا لحضرتك. اتفضل يا دكتور. طيب اسباب الصداع بتبدا اول حاجه من الانيميا. احنا لما بنيجي نقول كلمه صداع بنفكر ايه اللي يخلي الدماغ يتوجع. واحد الانيميا، ودي مشهوره جدا عندنا في مصر. شاي بعد الاكل. الشاي بعد الاكل طبعا ده سبب اساسي من اسباب الانيميا طبعا، لان الفايتات اللي موجود في الشاي بيتحد مع البروتين والبروتين والحديد وبياخدهم يعمل معاهم كومبلكس او مركب وبينزل بيه، فاحنا ما بنمتصش الحديد. طبعا. اللي موجود في السمك وي 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 والحاجات دي كلها للاسف احنا بنطلع من الاكل ناخد الشاي. ايوه فعلا. فده دي مشكله. الشاي والقهوه اساسي. فاول حاجه الباشمهندس يعملها هي صوره دم كامله، نشوف هل في انيميا ولا لا. الانيميا بتسبب صداع، الدم مش واصل كفايه للمخ فبيؤدي الى ان وظائف المخ تبدا تعتل فيحصل قلق. ده رقم واحد. رقم اتنين من اسباب الصداع النظر. احيانا ناس كتير جدا بيجيله صداع بسبب ضعف النظر. جيوب الانفيه وخصوصا الجو بتاعنا اليومين دول فيه هواء وتراب وكلام ده كله وكورونا والكمامه بقى لها فتره كبيره على وشنا احنا مش متعودين على ده. ففي ناس كتير جالها جيوب انفيه. ده بيؤدي الى صداع لان الجيب الانفي هو عباره عن جيب هوائي بيديني الصوت وبيديني الخفيه في الدماغ، فلو اتقفلت هيعمل لي صداع. رابع حاجه الام، يعني رابع حاجه بقى بعد كل ده الضغط. اقيس الضغط بتاعي، احيانا الضغط العالي بيؤدي الى صداع. ومن علامات اصلا احيانا بنكتشف الضغط جاي لي صداع، رحت اقيس في الصيدليه قالوا لي عالي، رحت للدكتور. خامس حاجه بعد ما نستبعد كل دول نروح لالام الرقبه والمفاصل. يبقى ما ابداش بالام الرقبه والمفاصل غير لما اشوف الاساسيات الاول بالترتيب كده. اول حاجه اعمل صوره دم كامله، نظاره، اقيس الضغط، النضاره، انف واذن، وبعدين الرقبه نشوف الرقبه. طيب هو بالنسبه للالم اللي في ظهره بيجي في رجليه ده طبيعي لان هو اصلا شغال بيشيل حاجات تقيله، فطبيعي ان يبقى فيه الم، والالم بيزيد جدا 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 مع شده الشغل. دايما بنقول للناس اللي بيشتغلوا بيشيلوا ويحطوا الشغل ما بيخلصش. يا جماعه اشتغل بالراحه وخلص شغلك، بدل ما تخلصه في يوم خلصه في ثلاثه، خلصه في اسبوع. نقسم الشغل على ايام عشان ما بالظبط. انت ربنا سبحانه وتعالى مديك كتله عضليه مش موجوده عندنا احنا، بس في نفس الوقت حافظ عليها، شيل واشتغل. ربنا يعينك، هو ربنا مسخرك لده وربنا سبحانه وتعالى مديك طاقة بدنية لده وبديك قدرة على ده، بس حافظ عليها عشان تقدر تكمل. دايما هما عندهم يقول لك لا ده شخصية صعبة جدا، ده بطيء جدا. البطيء ده بيعيش لحد 60 و70 سنة شغال، بينما الحامي فيهم اللي شغال بسرعة بيجي عند سن 40 سنة يبقى محتاج عملية واثنين وثلاثة. طب انت كسبت ايه؟ انا ما كسبتش حاجة. فنصيحة ليهم اشتغل بس بالراحة، وشيل، اعمل كل حاجه بحدود عشان خاطر الجسم له راحه. الجسم له راحه عشان تكمل. تمام. معانا اتصال من الاستاذ مصطفى من الشرقيه. الو. الو. ايوه استاذ مصطفى. عليكم السلام. دكتور احمد، بص يا دكتور، هو انا المفروض ان انا رجلي اليمين المفروض عندي رباط صليبي بقالي فتره وماشي، طبعا ما عملتش عمليه وكده، وطبعا مش عارف اعمل عمليه لان يعني اللي عرفته ان انا عملت عمليه هقعد كتير في السرير وكده، وعشان شغلي فانا مش عارف ان انا اخد اجازه طويله وكده.
هل في اي حاجه ممكن اعملها تقلل مثلا الرباط الصليبي، تقوي العضله، اي حاجه من دي غير التدخل الجراحي؟ تمام، شكرا. حضرتك كم سنه استني بس حضرتك كم لسه؟ سنه؟ اه معلش معلش. 32 سنه. 32 سنه. بقاله قد ايه عندك رباط صليبي؟ بقالي سنه ونص اهو. سنه او اكتر، بين سنتين كمان. تمام يا فندم، تمام، شكرا. شكرا استاذ مصطفى. الرباط الصليبي، الرباط الصليبي هو هاجس بيخلي ناس كتير قوي خايفه منه، وهقعد فتره طويله ومش هقدر اشتغل والكلام ده كله. طبعا استاذ مصطفى 32 سنه، لا انا بنصحه يعمل رباط صليبي في اقرب وقت. ليه؟ الرباط الصليبي وظيفته هو منع انزلاق عظمه الفخذ على عظمه القصم. بيدي العيان حاجه اسمها احساس عدم الامان، او احساس الانسكيورتي، اللي هو رجلي سايبه بالبلدي خالص. يعني ايه رجلك سايبه؟ يعني مش قادر امشي، انا خايف، خايف اقع. طيب وايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان العضله بتاعه الفخذ بتبدا تكش، لان العيان بيبدا يحصل لها ضمور جزئي، لان العيان ما بيبداش الحركه بيها، دايما هامل العضله دي، دايما خايف عشان ما يقعش، دايما لا خليها دايما بعدين. طب ده بيحصل ايه؟ بيحصل ضمور جزئي للعضله. بعد فتره العيان بيلجا انه يحط ركبه، الركبه الصناعيه او الركبه الطبيه بتضعف العضله اكتر، لان ايه اللي ماسك ركبتي؟ هي الاربطه والغضاريف والعضلات. طب العضلات بدات تبوظ لان الغضروف اللي موجود او الرباط الصليبي اتقطع، فدخلنا في دايره مغلقه، اخرها ان العيان بيلبس ركبه طول عمره، ويخش في حاجه اسمها الخشونه المبكره، لان انزلاق العظمتين على بعض بيعمل احتكاك. الاحتكاك ده مره في الثانيه في الثالثه يكحت ويخلي الغضروف الناعم ده يخشن. لما يخشن يحصل لي خشونه مبكره. هو 32 سنه، لا انا بنصحه يعمل العمليه. المده كلها اللي هتضطر تقعدها في السرير هي شهر ونص، اسبوعين بدون دوس تماما، اسبوعين بعكازين، وبعدين وتبدا تحمل تحميل جزئي، اسبوعين بعكاز، وبعدين ان شاء الله خلاص بتمشي، بتبقى كويس جدا. تمام، معانا استاذ علاء من بني سويف. الو كم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ تمام. ايوه استاذ علاء معاك. ايه دكتور، اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. تمام يا فندم، هو كان في استفسار بسيط يعني بخصوص اختي يا فندم. اتفضل. تمام، هي اختي عندها 50 سنه، تمام، بتعاني من حناء، يعني عندها ظهر، ظهرها دايما منحني، وراحت لدكتور منحني من الفقرات القطنيه ولا العنقيه؟ العنقيه يا فندم. تمام تمام، وراحت لدكتور اكتر من دكتور، فقال لها عندها الفقرات ضغط على الاعصاب. تمام تمام، فهي كل اللي بتعاني منها لما بتيجي تمشي كتير عندها الظهر دايما منحني، لو جت قامت او جت مشت ما بتقدرش تمشي كتير، والظهر دايما مش واخد وضع الاستقامه. كتير ده اللي هو قد ايه؟ كتير ده من فتره، يعني حوالي 5 6 سنين يعني. تمام، هي بتمشي قد ايه وبعدين تحس بالالم؟ هي ما بتحسش، بتحس ان ظهرها مش مستقيم، يعني منحني. تمام تمام، فعانت كتير جدا جدا. تمام، يعني بتمشي منحيه كده دايما يا فندم، مش مستقيمه. كيفوز. تمام، بس فهي ليها فتره تمام على الوضع ده، فمش عارفه تعمل ايه يعني. تمام يا فندم، شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم. الكيفوزس هو دي مش حاجه جديده عليها، هي ده عندها بقى لها 30 سنه على الاقل، ودوت اللي بنقوله للبنات الصغيرين، خلي بالك من 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 قعدتك، خلي بالك دايما تبقى قاعده مفروده عشان ما يحصلش تقوس للظهر. دايما البنات الصغيره اللي لسه بيكبروا بيبدا تظهر عليهم علامات الانوثه، فدايما بينكسفوا، دايما يبقوا قاعدين بهذا الشكل مقوصه ايديها، فهي مكسوفة من العلامات الجديدة اللي بدأت تظهر في حياتها، مش متعودة على ده، خايفة، مكسوفة، فده غلط. دايما بيبقوا قاعدين، دايما نقول للبنات اقعدي ظهرك مفرود زي جداتنا الله يرحمهم بقى ويديهم الصحة، يا رب. دايما بيبقوا قاعدين يقولك افردي ظهرك، افردي ظهرك، افردي ظهرك عشان ما تنحنيش. طب هي دلوقتي الست عندها 50 سنة، في الوقت الحالي لو انا ما عنديش غضروف ضاغط على العصب، برانين مغناطيسي، وعلامات التهاب العصب ظاهره، مش هعمل لها اي حاجه. خلاص فات الاول.
فات من زمان، بس هو الموضوع بيزيد كل ما اكبر في السن. فاللي هيبقى موجود دلوقتي ان انا مش هعدل الانحناء، انا مش بعد 50 سنه هعدلها لها الانحناء، الانحناء ده معاها من وهي لسه بنوته 12 13 15 سنه. بس بدا يزيد قوي لان احنا كبرنا في السن. كل ما تكبر في السن علامات الهشاشه بيزي. طبعا علامات الهشاشه بدات تظهر على الحاجه، فبدا يحصل الالم يزيد قوي، وبدا يبقى فيه الم مزعج. الحل رقم واحد، على قد ما تقدري بلاش تجهدي نفسك. رقم اتنين، على قد ما نقدر نبعد عن الاسباب اللي بتزود الالم، سواء كان قاعده غلط، سواء كان ماشي كتير، سواء كان قعده البيت وشغل البيت. طيب اعمل عمليه ولا ما اعملش في الحاله دي؟ اول حاجه لازم نفحص الست كويس جدا، لازم نشوف هل فيها اي علامات تستدعي اجراء العمليه ولا لا. رقم ثلاثة، انهي غضروف اللي مضروب او ضاغط على العصب. رقم أربعة، هعمل رنين مغناطيسي واحدد ايه الفقرات وهل هثبت ولا لا، وبعدين ناخد قرار نعمل عمليه ولا. طب ممكن السن يكون حاجز شويه في موضوع العمليه؟ لا خالص، هو للاسف السن مش حاجز نهائي في اي حاجه. احنا السن بتاعنا ما هوش الحاجز، على قد ما عندي علامات. يعني انا احيانا بيجي لي 20 سنه وعنده علامه من العلامات اللي لازم اعمل له فيها عمليه، فقد احساس جزئي. دكتور مش حاسس بالسيكتور ده. طب هو اشمعنى بنتكلم على جزئي؟ احنا الجسم ربنا سبحانه وتعالى الجلد ممثل في جسمنا بمناطق محدده، كل عصب بيغذي منطقه معينه بعينها. فلما بيجي العيان يقول لي والله انا الالم ماسك الفخده من ورا ونازل للركبه ومسمع قدام في القصبه وماسك لحد قرب الصابع الكبير، ده عصب. والله ماسك الفخده من جوه ونازل على الركبه بس، لا ده ماسك الفخده من قدام، ماسك الفخده من النص، ماسك الفخده من قدام الركبه، كل حته ممثله عندي بنقطه. كل مكان له تشخيص معين. بنبدا نشك. ايوه. طبعا احنا مش بس بنفحص العيان حركيا، وبنفحصه كمان حاجه اسمها الريفلكس او رد فعل الجسم اللا ارادي، وبنفحص الاحساس، وبنفحص الباور اللي هي طاقه القدره نفسها. هل العيان بيقدر يضم رجله كويس، يفردها كويس؟ هل الاثنين متساويين؟ هل العيان ده عنده قبل كده مشاكل؟ هل عنده ضمور في عضله؟ هل عنده شلل اطفال؟ هل عامل عمليه قبل كده؟ كل الحاجات دي انا بحطها قدام عينيا. احيانا بيبقى العيان فقد جزء لانه فتح عمليه، وهو بيعمل العمليه ضرب العصب الكوتينيوس اللي هو الجلدي. ما هو ده وارد، ان انا كنت عامل عمليه وانا بعمل عمليه قطعته، انا ما بشوفوش لانه ده مغروز جوه الجلد، فانا ما ببقاش شايفه. ده مش غلطه في الدكتور، ده بيبقى ايوه حاجه لا اراديه، دي حاجه غصب عني انا. أيوة. عملت العمليه وخلاص هو كده. او بيبقى جاي العين اصلا في حادثه وفقد احساس. ففي حاجات كتير قوي بتحكم امتى هعمل عمليه. طبعا الحاجه لازم تتفحص كويس، لازم تعمل الرنين كويس الاول، وبعدين نفحص الاحساس والحركه والقوه وكل ده، وبعدين نعمل عمليه. بنزود على كده حاجه صغيره قوي في الايدين، بتديني علامه لازم فيها الست او الراجل يجري بسرعه يروح للدكتور. لما يفقد المهاره، لما يفقد المهاره، يعني احيانا الناس بتجيلنا من ناخد معلش يا دكتور ناخد تليفون. استاذه صفاء من الشرقيه، الو. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ الحمد لله. منور يا دكتور احمد. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي. اتفضلي حضرتك لو عندك سؤال الدكتور معاكي. ايوه، انا عندي كيس دهني في ايدي اليمين وعملته اكثر من مره، ودلوقتي في الم عندي في ايدي على طول. تمام، عملت اكتر من مره في الحقن مش كده؟ تفريغ وحقن. ايوه اتعمل اكتر من مره حقن، ودلوقتي في الشتاء بقى الالم زايد خالص. تمام، رجع عبى تاني. رجع عبى تاني وورم ووجعني جدا ومقلل الحركه عشان ايدي اليمين طبعا. تمام، اليمين ولا الشمال؟ اليمين. لا اليمين يا دكتور. اليمين ما خدتش بالي. تمام. تمام يا فندم، حضرتك كام سنه؟ 53 سنة. آخر مرة حقنتي كان إمتى؟ من 4 شهور. تمام يا فندم، حاضر. حاضر يا فندم. ماشي، شكراً دكتور معايا. هجاوب على السؤال ده، بس أرجع لحتة المهارة. نكمل كلام. المهارة ده بيبقى غضروف الرقبة بيبدأ يضغط على العصب، فالعيان بيجي لنا فاقد المهارة. معظم الناس يمكن الناس اللي بيشغلين بالكتابة وكلام من ده يقول لك عاد خط كبير. ست البيت تقول لك ما عدتش بعرف أخيط. اللي بيكتب على الآلة الكاتبة يقول لك أنت بطيء في الكتابة، وهكذا بقى.
لما ابدا افقد المهاره لازم اروح للدكتور، لان دي علامه من ضمن العلامات اللي تخليني اروح للدكتور. عشان ده كان سؤالك في الاول خالص. أيوة. احنا بنجمعهم دلوقتي. ايوه من بنوضح الصوره بس للمشاهد عشان يبقى عارفين امتى امتى اروح للدكتور. أيوة. امتى اروح للدكتور؟ لان في حالات بتجيلنا بعد ما يكون خلاص الوقت فات، بيبقى الحل ان انا هعمل دي كومبريشن او ازاله الضغط بس عشان العيان ما يوصلش لمرحله الشلل الكلي بس، لكن خلاص احنا فات كتير. أيوة. نرجع لمدام صفاء. الالم اللي موجود دوت وتكراره ده معناه ان مدام صفاء بتشتغل بايدها كتير قوي عشان اليمين، فاليمين دايما، وغير ان هو اليمين هو بيبقى كيس زلالي وليس دهني. كيس الدهني هو كيس دهنه فلازم بتتفتح بجراحه. كيس الزلالي بيجي على مسار الوتر بتاع الايد. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الاوتار خلقها في حاجه اسمها شيتس. شيت ده عباره عن غلاف لكل وتر بيغلفه ويحميه ويديله النيوتريشن او الغذاء ويساعدوا على الحركه في مسارات محدده. اللي بيخلي صوابعنا تتحرك بدون ما نحس ان في اسلاك بتحركها، لان ربنا خالق ليها مسارات معينه داخل الصوابع بتتحرك جواها. لما بيحصل اجهاد زياده قوي السائل اللي جوه دوت بيبدا يسخن يلتهب، فيبدا يحصل زياده افراز عشان يواكب الالم اللي موجود او الاحتكاك اللي موجود، فيبدا المكان دوت يتخن ويبدا يعمل يالا. زي قبه كده، كوره. ايوه كوره. الناس البسيطه قوي تحط عليه جنيه وتقفل عليه. ايوه زي ما حد يقع تروح. ايوه بالظبط. أيوة. فيفرقع والكلام من ده. طيب للاسف بيتكرر مره واثنين وثلاثه وعشر. طيب هي حقنته قبل كده مره واثنين كورتيزون، حل دلوقتي ان انا ادخل اعمل له سيرجيكال اوبريشن صغيره كده، بنفتح ونشيله خالص من جذوره. زائد لازم تريح، لازم تريح لان الريكرنس بتاعه عالي جدا. الريكرنس اللي هو اعاده الامتلاء عاليه بشكل بشع، وهي مره واثنين وثلاثه ده واضح من كلامها. فهو لازم تريح. طب انا ما بقدرش، انا ما بعرفش، ما هو انا كمان ما عنديش حلول كتير. ان انت تريح، لازم الحل ان انت تريح ايدك. لازم تريح ايدها بعد العمليه. ان احنا بنعملها او ممكن نجرب معاها حقنه، لو هي حقنت مره بس او مرتين ممكن نجرب تاني. تمام. طبعا ما بنعملش ده الا بعد لما السخونيه، هي بتقول ان في سخونيه وفي ورم. في الوقت الحالي ما ينفعش اعمل لها اي حاجه غير ان انا ادي مضادات الالتهابات ومسكنات وكريم كده خافض للالتهاب والحراره لحد ما الدنيا تهدى. تمام. طب بمناسبه العمليات، جالنا سؤال على صفحه البرنامج بتقول ان في ست عندها 52 سنه عامله عمليه شرايح ومسامير في رجلها، بس هي مش مرتاحه، هل بعد كده ممكن يسمح الوضع ان هي تشيلها لو ما ارتحتش عليها؟ مبدئيا احنا امتى بنشيل شرايح ومسامير؟ بنشيل شرايح ومسامير لو العيان اتاذى منها. الشرايح اللي احنا بنحطها هي شرايح خامله. خامله يعني ايه؟ يعني ما بتسببش صديد في الجسم. لكن في اجسام بتقبل الشرايح دي وبتتعامل معاها على انها حاجه طبيعيه جدا، وفي اجسام بترفضها. الاجسام اللي بترفضها دي يا اما بتكون صديد ويبدا يحصل السائل الابيض اللزج ده يبدا يخرج فانا هضطر اشيلها. طيب او العيان مش مرتاح، بتلسعني في الشتاء يا دكتور، بحس بالم، المسامير بارزه، باجي اقعد مثلا على الارض او اصلي احس بنغزه، لازم اشيل ده. ناخد استاذ محمود الاول وبعدين نكمل كلامنا مع حضرتك. الو استاذ محمود. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ انا تمام الحمد لله. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا زوجتي كانت لسه مخلفه بقالها بالظبط 6 شهور، والمهم ركبنا اللي هي الوسيله بعد ما عدت 3 شهور. تمام. اشتكت بوجع في الظهر وكده وشلنا الوسيله تاني. المهم اشتكت في الوجع في الظهر اكتر، ما كانتش تقدر تمشي قوي. راحت لدكتور عظام قال لها ان هي عندها التهاب في الاعصاب. المهم خدت حقن فيها نيروبين حاجه زي كده، وحقن ثانيه اللي هي بتتاخد كل يوم عضل يوميا، وحاجه البوس يعني قمع انا اسف اللفظ يعني، وكمان حاجه اسمها ريلاكس كده برشام. تمام. المهم حضرتك مشيت على الدواء دوت وبقت كويسه وكده، بس بعد كده رجعت تاني. بعد ما بقت كويسه قعدنا فتره كبيره وكده، رجعت تاني نفس الوجع تاني ومش قادر اتحرك خالص.
تمام. الألم عندي دلوقتي يعني ولا اعمل ايه بالظبط يا دكتور؟ طيب هو الألم كان اتحسن فترة قد ايه وبعدين رجع؟ لا اتحسن فترة كبيرة، مثلا شهر شهر، لمدة شهر ما بتقدرش توطي، بس بتتحرك وكده وعادي. تمام. الألم ده مرتبط بالدورة الشهرية؟ يعني اه رجع حضرتك تاني مع الدورة مرتبط، الشهرية تاني؟ اه حضرتك رجع تاني مع الدورة مع الشهرية. الدورة الشهرية. تمام. شكرا شكرا يا فندم. بالنسبة لوسيلة منع الحمل اللي هي اللولب، اللولب هو عبارة عن جسم غريب داخل الرحم. الرحم بيحاول ان هو يزق اي حاجة جواه. لما بتيجي ميعاد الدورة الشهرية بيحصل حاجة اسمها شيد اوف او انفصال للمشيمة اللي موجودة بتاعة الرحم عشان تبدأ تنزل اللي هو بينزل الدم على الست. لما بيبقى فيه لولب او حاجة داخل الرحم بيبدأ يحصل انقباض. الانقباض ده بيبقى شديد قوي في بعض الستات ما بتتحملوش. طب هو ايه اللي جاب انقباض الرحم للظهر؟ في الحقيقة الرحم محطوط، ربنا سبحانه وتعالى حطه داخل الست مربوط بربطين، متحزم، رباط ماسك قدام في منطقة العانة، ورباط ماسك في الظهر في منطقة الفقرات القطنية والعجزية. فلما بيحصل الانقباض الشديد ده زي الولادة بالظبط، الولادة الطبيعي بيحصل فيها انقباض، دايما الست تقول لك ظهري هيتفرتك، هو ظهرها بيوجعها لأن الانقباض بيخلي الرحم عشان يفضل في مكانه كبروتكشن، كحماية للرحم عشان ما ينزلش مع الانقباضة، فالظهر بيبدأ يتشد فيحصل الألم. فهي لما حطت الوسيلة دي داخل الرحم بيحصل انقباض أثناء الدورة الشهرية شديد جدا. الانقباض دوت بيخلي الظهر يبدأ يتوجع. طيب ده معناه إن هي خفت، ولما رجعت الدورة الشهرية جالها تاني، ده معناه إن لازال في التهاب داخل الرحم او داخل المجرى التناسلي الانثوي، اللي هو مش التهاب، مش التهاب ظهر دلوقتي، او اللي هو مش التهاب اللي هو يعني ايه بيروح ويجي اللي هو مش اساسي بالظبط. فاحنا رقم واحد هنروح لدكتور نساء نشوف هل في اي التهابات، هل في اي بواقي لمشاكل الرحم، ده رقم واحد. نعمل سونار تاني بقى قبل ما نروح لدكتور عظام، لازم نروح نعالج الموضوع يعني الاساسي الاول، لان هو اتعالجت، خدت مضادات للالتهاب وخدت بسط عضلات وخدت حاجه للكونتراكشن او الانقباضات فهديت، فالموضوع سكت. لما جت الدوره تاني عليها وحصل الانقباض تاني وجعها تاني، يبقى اذا المشكله في النقطه دي. تكرار الدوره الشهريه مع كل دوره شهريه هتيجي للست دي هيجي لها الم. يبقى انا احل الاول المشكله. تمام. وبعدين نلجا للدكتور. وبعدين نلجا للدكتور، عشان كده انا سالته بتيجي امتى. تمام. ناخد تليفون تاني. استاذ عبد الرحمن، الو. ايوه ايوه حضرتك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. لو سمحت حضرتك، انا كنت بشتكي ان مثلا عندي الام ظهر بتحصل لي بشكل متكرر، يعني زي حضرتك طريقه مزق، وبتحصل لي بطريقه متكرره، يعني مثلا بتحصل لي وانا بصلي مع الصلاه، فالموضوع ده بيتكرر معايا كتير وبيعمل لي مثلا ليميتيشن مع حاجات كتير يعني. فانا هل في مثلا طريقه للحد منه مثلا؟ تمام. الالم ده بيفضل قد ايه؟ يعني يعني بيقعد حضرتك لمده اسبوع مثلا. اسبوع. طب بتاخد دواء ولا هو بيروح من نفسه؟ والله احيانا واحيانا، بس بقى غالبا بستخدم اللي هو الميه الدافيه والقربه واللي هي الميه رخي العضلات، بسط العضلات مع مضاد للالتهابات كده. تمام. حضرتك كام سنه؟ 28 سنه. 28 سنه. الالم ده بيتكرر بشكل مزعج ليك؟ يعني هو حضرتك انا بتكلم ان هو مثلا بيجي لي في سن في شكل مثلا اسبوع، بعد كده اقعد شهر مرتاح، يجي لي تاني مثلا، وبيجي لي مثلا وانا بصلي، يعني مثلا فجاه كده، فجاه وانت مثلا بتصلي بتركع تلاقي مثلا زي مزق كده. حضرتك شغال ايه؟ انا حضرتك شغال شغل مكتبي يعني. تمام يا فندم. تمام، شكرا. تكرار الالم مع نفس الوضعيه ده معناه ان احنا بنعمل الوضعيه دي بشكل خاطئ. سواء كان هو بيقول انا بصلي بيحصل لي المزقه،
انت وانت بتصلي بيحصل لك المزقه، ده معناه ان العضله اصبحت مجهده جدا، ان مجرد ان انا برفع ظهري خصوصا في الركوع، الركوع غير السجود، وانا ساجد وباجي اقوم بقوم على ركبي وبنطر جسمي، لما باجي اركع انا بقوم على عضلات ظهري فقط. فاستاذ عبد الرحمن محتاج يعمل حاجه اسمها تقويه عضلات الظهر. دي مشكله ان العضله نفسها بقت ضعيفه جدا لدرجه ان هي مش مستحمله وزنه، وهو قايم من الصلاه هو بيركع ويقوم، في القومه دي بيحصل الالم، ده معناه ان الظهر وعضلاته اصبحت ضعيفه. فانا بنصحه يروح يعمل تقويه لعضلات الظهر، ده رقم واحد. يلعب حديد بس قدام شويه، يعني يروح صاله جيم، يروح يلعب بس قدام شويه، يكون تحت مدرب شاطر. تمام. طب في سؤال برضو يا دكتور، الناس بتقول ان الايام دي عشان كورونا وكده فاغلب الناس محبوسه، فطبعا الاطفال ما بتتعرضش للشمس وبتاخدش فيتامين كفايه، ايه اللي المفروض يعملوه في البيت او الادويه او المأكولات اللي المفروض ياخدوها في البيت تعوضهم عشان عظامهم ان هم عن فيتامين الشمس والخروج؟ تمام. اول حاجه ايه فيتامين د؟ فيتامين د انا باخده مجرد تعرضي لاي ضوء شمس، مش شرط يكون مباشر، يعني مجرد خروجي في البلكونه، خروجي واقف في الشباك، فتحه الشباك لوحدها بتدخل الشمس والهواء، ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه للاطفال احنا دايما بنهتم بالالبان، وبلاش نقول اللبن الابيض، احنا ككبار ما بنحب، يعني في ناس كتير ما بتحبوش او ما بيحبناش زي ما الناس بتقول. طب ازاي اتحايل على الطفل واعمل له ده؟ حطي اللبن في جمله مفيده، لبن بالمانجا، لبن بالفراوله، لبن بالموز، مهلبيه، رز بلبن، ما بيفقدش الكريمه بتاعته خالص. يعني في ناس كتير تقول لما اللبن بيخش في حاجات كتير كده، واغلبا الشاي غالبا الشاي اصلا ممنوع. الشاي بلبن هو عباره عن ميه فقط، بيفقد القيمه الغذائيه كامله له مجرد ما احط الشاي على اللبن، لان الشاي بيمسك في البروتين اللي موجود ويرسبه. احنا لو سيبنا الشاي بلبن شويه هنلاقي ان الشاي عمل كتل كده في القاع الكوبايه، ده سببه ايه؟ ان الفايتات اللي موجود اتحد مع البروتين اللي في اللبن ورسبه. ده بيحصل زي ما بيحصل في الكوبايه بيحصل في بطن الطفل. تمام. انما لو خلطناه مع اي حاجه تانية، مع عصاير، مع دخلناه في اي نوع من انواع المأكولات التانية، مش هيحصل له ده. يعني حتى احنا نجرب في البيت، مش هيحصل له ده. لما احطه على موز عمره ما بيفصل بالمنظر العجيب ده، ومجرد انا بقلبه بيفك. ايوه، ان الموز اخف شويه من اللبن فبيطلع فوق واللبن بينزل تحت، مش مجرد انا قلبته باي معلقه بلاقيه بقى انسجم تاني. تمام. تمام. طب كلمه اخيره بقى نقولها كده يا دكتور في نهايه حلقتنا لمعظم الناس اللي بتشتكي من الام المفاصل عامه. تمام. يحافظوا على نفسهم ازاي يعني؟ اول حاجه اعرف حدود جسمك. كل بني ادم ربنا سبحانه وتعالى خلقه بحدود. إنا خلقنا كل شيء بقدر. القدر ده أنا ما أقدرش أحدده ليك، أنت لازم تحدده لنفسك. اعرف حدود جسمك، اعرف إمكانياتك عشان تقدر تحقق بيها الأفضل. طور من ده، ما عنديش مشكلة إن أنت تبقى راجل عايز أقوي عضلاتي، روح لدكتور، روح للجيم، روح أي حاجة وابدأ طور عضلاتك وقويها. تاني حاجة، التقوية تكون بالتدريج، بلاش انا عايز بكره الصبح اشيل 100 كيلو، ما بتجيش كده، هتيجي 5 ثم 10 ثم 20 وهكذا. طب احنا بنشكرك جدا جدا يا دكتور على الحلقه الجميله دي، وكنت منورنا النهارده في برنامجنا. شكرا لك. وتنورنا كمان في حلقات كتير ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله، شرف ليا. الله يخليك. في نهايه حلقتنا بنقول احنا هنا رد فعل لكل مواطن، اي حد عنده مشكله، عنده حاله عايز يعرضها، اي حاجه عايز يتكلم فيها من خلال برنامجنا هنكون رد فعل ليه. وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رد فعل.